السلام عليكم، بكم سيدي معنا إيكان. اليوم غنوريكم زواقة عجيبة إلى بيتو ديروها في الدرية. ها كيفاش هادشي، قسم على جوج كي حكيناها مزيان. كاغي الحرش 220 320، الارقام ديال كاغي الحرش. درنا ليها بريستين، واحد المادة، واحد تلقى هوم ديفو صافي. دابا نديرنيوها واحد واحد باش يبيرني اللي هبط من فوقاني يدوز لتحت. يدوزو لهاد الطرف الكبار مورا هكا صافي. يعتقد لكم وقت بزاف، لان هاد النوع الخشب يحتاج يعني بزاف باش يولي تيبري، حتى على حساب اللون اللي بغيتو. بغيتها مغلوقة ديروها مغلوقة، بغيتها مفتوحة ديروها مفتوحة. عندنا واحد تقريبا واحد ثلاثة ديال لي كوش أربعة، ولكن ماشي ان سيم تايم. مكلكش ديرهم في نص النهار، خليها تنشف. باش إلا خليتها تنشف في الماء ديال الكوش تتشربو تيبان فيها. إلا درتي سيم تايم سيم داي ما غيفهملكش. نبداو بهاد الحاشيات مالورين، نحطو فيهم واحد الكمية صافي ونخدمو.